يونس المنقاري باش يدير كاميرا خفيه لسفين العلودي، وفي الاخر غادي يلقى راسو يونس هو اللي طايح في الفخ. شنو واش تعرف دير الكاسكيت؟ في هذا الوقت كيدخل واحد البروديكتور اللي غادي يقترح على سفيان العلودي انه يدير اشهار ديال جيل ديال الشعر. بيني وبينكم العلودي عارف ان هذاك اللي متنكر هو رشيد، والمنقاري حتى هو عارف، ولكن المنقاري جاي باش يشد في العلودي. تبعوا معنا شكون اللي غيطيح في الشبكه. Sur le fait que vous êtes très connu par le style de du gel, tu fais comme ça. Rien. Ma kin c'est mouchkil donc. Pas de souci. Ça marche. Donc c'est la Lodi. Donc عنده هذا le style ديالو فانه كي فاش كيبغي ماركي البيس كيدير لو جيل وهكا دونك هاد القضية معروف بها. كتمشي عند الكاميرا وكديرها. فوالا كديرها. لا ماشي بحال هكا. لا لا. تهود راه ماشي بحال هكا. لا لا وهادشي كتبقى مع الكاميرا خاصك تكون انفاس مع الكاميرا. مع الكاميرا فوالا. عاود شوية ناقصة. شوية ناقصة شوية. تنزيد شوية. هاو دير تعاود هاد ليسي هذا ودير ديرها ودير. من نهار بديت كندير جال وانا كنماركي البيوت بشعر فهمتي ولا لا بحال هكا ولا شي حاجه عندي السالفه ما كنعرفش فاش باقي من نهار بديت كندير جال وانا كنماركي لا غير نقص منه شويه صح كندير لك المقص اللي كينقص ولا نفك واحد الضربه هنايا ماشي مشكل هادي شي كتكلم عليها شحال شنو رايك انت في الرجاء في كفريق وك انا ما عنديش معاهم بعد علاش؟ انا ولادي ما عنديش مع الرجاء كيجيوك في اللعب ديالهم ما عنديش معاهم صراحه وكيجيك سفيل علودي كلاعب ما عندوش معاه صراحه سفيل كيلعب كيل لابس توني ديال فاز انا بعد ما صراحه ما عنديش مع حاجه ودادي ودويدات تقلقتي ما كتقلقتي لا والله ما تقلقتش شوف الشاب شي واسع دونك انت واش مستعد تخدم مع سي لا هو رجاوي انا ودادي ما كنتش انا البنت واش حيد رجاوي ولا الشكل ديالو ما رجاوي ما بوحدي اوكي يمكن شنو ندير مع شي رجاوي وسفيان العلودي هذه الضربه هي اللي مخسره مخسره دونك هو تيبان لك مخسر شويه مخسر ميمكنش ليا شي دابا فين بلاتش في كورا ما عندوش معاه ها وفي يمشي شي معاه صافي كثرنا عليك قول لي شاك شي معاه الكاميرا هنا شاك شي معاه الكاميرا شاك شي معاه الكاميرا شاك شي معاه الكاميرا شاك شي معاه يا رشيد اصاحبك شد ليك واش كدير ليا شكون والله يزاف صح مرحبا انا عندي وقتي انا عندي اونطري ما كتقول لي كاميرا خفيه واش ما كتضحكوا ليش شفت مالك كاميرا خفيه كاميرا تاع دو كاميرا خفيه ولا عوت هذا مالي عندي وقتي انا سمع ما ندير عندي بريباراسيون مخلي رفقتي يلعب اليوم وانا مخلي الفلوطه اللي جايه نضحكوا معاك زعما ماشي ضحك معايا انا ضحكه ضحك معايا ضحك بيا عباد الله في رمضان انا تضحك قال شي حاجه ما عجباتكش اش ما قال شي حاجه حتى يقول لي بغى شغلو هذاك حياته هذه كيقول بها اللي بغى راه بنادم في الزنقه ما كتعرفوش واش كيقول حنا بغيناك تقبل زعما بروح رياضيه بروح رياضيه في الزنقه بروح رياضيه غادي في طوموبيلتك ما كتعرف حتى شي واحد في دربكم اما روح رياضيه هنايا حتى جيبوا لي الدار راه دخلني الناس اش يدير معايا تسا يدير معايا ما ثلاثه راه عندي بريباراسيون راه دي كوب دافريك ماني مسالي قبي الا كان هو راه بريبارا انا ما بريباريش عام وانا مريح غادير اوبيراسيون عام وانا مريح ضحك عليا انت سلم عليه سلم عليه اسمح لي يونس واه تنضحكوا الضحك فيه وفيه عاوتاني ماشي بحال هكا لا خويا انت ما تطير لا هذا الله يرحمك والضحك فيه وفيه انا ريح ما تقيسنيش لا عادي والله الا عادي شوف يونس عادي راه كتقبل الهضره من اللي يسول اللي ما يسواش ما بالك هادشي ما كاينش ضحك يونس بيني وبينك لا الله يرضي عليك والله زيد سمح لي والله زيد ما كاينش ما كاينش فيها لا سمح لي لا والله الله يرحم باك اطلق مني اصاحبي راسي صغير انا راسي صغير مالي انا راسي 7 كيلو فيه سمح لي لا
انا يجيو عندي يقولوا عليا غيقولوا لي قول ديك الهضره ما غاديش نقولها فيك. احنا لا واسمح لي الضحك ماشي بحال ما كاين الله يرضي عليك. شويه وركتي عليه شويه وركتي عليه مالي انا كسيراتور وركتي عليه. اسمح لي ما تبقاش ديروا معايا الضحك. الله يرحم لك الوالدين يونس الله يرحمك. اجي اسمح لي والله سي شد شد والله هو انا ماشي صاحبي والله والله يطلب مني اطلق مني ما نطلب السماحه من اطلق مني يا صاحبي ما تخليش نتعصب صاحبي تخربيقه اسمح لي المرض هو اسمح لي اي لي يكفي داك البسالي اللي كنلقاو مع عباد الله في الزنقه وكنلقاو الزتينات انت ورا صاحبك زعما دابا غتعود تلقى بنادم في الزنقه يقول لك وفي كوره باش العوالك في العوالك في العوالك في سميتو دوزها دابا نيت لا نطيروا ديك الهضره اللي قلتي في شكل وما كتيش انت طياره 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 على بي يلا تسيطر اسمح لي تخربيق هو هذا يونس بيني وبينك اي تخربيق اش فيها اش بغيتي اش ما بغيتيش؟ يعني نقول لك والله اطلق مني يا صاحبي اطلق مني انت اطلق مني انت يا صاحبي وانا وحلت معاك انت اصلا هو اصلا ما خصوش يدير هادشي يا 700 هو اصلا ما خصوش يدير دير لك راسو وبارك صافي انا قلنا لك سمح لينا صافي انت ما قدرتي لينا صافي انا قلت لك انا صافي انت ما مقلق اجي 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 صافي عندكم عندكم صافي 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 برد برد خربي واش من برد 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 اتاي انت درتي غلط صافي انت درتي غلط صافي والله صافي والله شوف واش ندير الحل اللي ديروا ولا شي الله يلا نصفقوا لهم كاملين احسن حاجه بلا ما ندوزوها هي احسن حاجه يا والله والله شوف منيتي شوف انا كنضرب معاك شوف اسمع لي اسمع لي شوف خليها بغا يصدر لك بغا يصدر لك بغا يصدر لك بغا يصدر لك شوف بغا يصدر لك يونس انا عارف هادشي ماشي ما عارفش غير هو واحد الحاجه مره اخرى الله يرحم هذاك تعرف راسك راك مشات الكاميرا خفيه اللي كانوا معنا اليوم في كاميرا خفيه جوج ديال النجوم الشباب الرياضيين في كره القدم اللي عطاو كثير للكره المغربيه جوج ديال الشباب اللي كنفتخروا بهم السي منقاري والسي العلودي السي منقاري شي كلمه للشعب المغربي اللي كيبغيك بزاف كنتمنى للجمهور الكريم والمشاهدين رمضان مبارك سعيد السي العلودي فمناسبة حلول شهر رمضان الكريم فانا كنتمنى للشعب المغربي كافه والشعب العربي كامل ان شاء الله الصحه والعافيه وكل ما يتمناه ان شاء الله وكنتمنى هذه رساله كنوجهها للجماهير بحكم اني انا والصديق ديالي يونس منقاري كنوجه واحد الرساله للجماهير ديال القطبين الرجاء البيضاوي والوداد البيضاوي انهم يكونوا خوت كما حنا كنا خوت اليوم فكنتمنى لهم رمضان مبارك سعيد وكل عام وانتم بخير ان شاء الله.